السنغال والعرضية حاضرة داخل منطقة الجزاء، لا يجب أن يسدد، خطيرة وماندريا كان رائع. كانت صعبة جدا على الجهة اليسرى التحضير بهذا الشكل. شاهد 1 2 3 4 5 لاعبين اتجهوا مباشرة مع اللاعب الذي كان سيوزع الكرة. الحديث عن اللاعب طبعا إيرمان دياي، وتركوا الكرة الثانية ب هايت نوري في التغطية الدفاعية، عادت لساديو ماندريا مرة أخرى. هجومهم صعب جدا على الجهات. ركلة ركنية، ساديو ماني، إدريس غاناغي، ثم التحضير للخلف، حذر من التسديد، خطيرة المحاولة والكرة الصعبة للسنغال. مارواك يا ماندريا، هذا صد رائع يا ماندريا، الثاني بالنسبة لك في المباراة. ثم تمريرة في العمق، الثاني متسلل، هذا موش متسلل صعبة مرة أخرى، رائع ماندريا 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 يؤكد مرة أخرى. الخطأ كبير جدا، بن سبعيني، ماندي وزروقي لم يتمكنوا من حد الخطورة الصعبة لجاكسون الذي انطلق خلف الجميع، وماندريا بالصد رائع ينقذ المنتخب بشكل رائع في هذه المباراة. تسديدة قوية رائعة مرة أخرى ماندريا.